بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ما بعد، نستكمل ما أخذناه سابقا من باب الفقه في موضوعنا عن باب الحج. أخذنا في الدرس السابق المواقيت المكانية، وفي درسنا لهذا اليوم المواقيت الزمنية. طبعا المقصود بها هو الزمان الذي يحرم فيه المسلم بالحج أو العمرة، طبعا المقصود بها الوقت الذي يحرم فيه الإنسان أو المسلم بالحج أو العمرة. طبعا في ميقات للحج وفي ميقات للعمرة، أقصد بها الزماني. ميقات الحج الزماني 3 أشهر، ألا وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لما تسعن أشهر الحج تقول شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أما ميقات العمرة الزماني فإنك ليس لك وقت معين، فإنما هو في جميع أيام السنة. إذا أردت أن تحرم وتعتمر في شهر محرم، صفر، ربيع الأول، جماد الثاني، في أي شهر تريده فإنك تحرم منه حيث تشاء. فكر بعد معرفتي المواقيت وأحكامها، أحدد الموضع الذي أحرم منه إذا أردت الحج أو العمرة. السؤال يقصد به المواقيت المكانية، أخذناها الدرس السابق، ألا وهي ذو الحليفة وقرن المنازل، يسمى الآن السيل الكبير، ويلملم والجحفة. إذن هذه المواقيت المكانية. معلومات إثرائية: لا حج إلا بتصريح. طبعا حكومة المملكة العربية السعودية ألزمت الحجاج بالتصريح. لماذا؟ حتى لا يكون هناك ازدحام للحجاج، لأن عدد المسلمين يفوق المليار. إذا لا حج إلا بتصريح. أحاول مع زملائي الكلام عن معنى هذا الشعار الذي تطلقه الجهات الحكومية كل عام، ونذكر الأضرار المترتبة على مخالفة ذلك. أول شيء نذكر المعنى، أن الإنسان الذي يريد أن يحج بيت الله، المقصود بها الكعبة، لا بد أن يأخذ تصريح. هذا معنى جملة لا حج إلا بتصريح. طبعا الأضرار المترتبة: تدافع الناس، طبعا لما يكون هناك تدافع فإنه يسبب الأذى للحجاج، ربما يصل إلى موتهم، وموتهم في الحج نظرا لكثرتهم، حج الفرد أكثر من مرة على حساب دار الأفراد الآخرين. نأخذ بعدها مستحبات الإحرام. سن الإحرام خمسة: الاغتسال قبل الإحرام، والتطيب، والإحرام في إزار ورداء أبيضين، والإحرام بعد الصلاة، وأن يحرم حال كونه راكبا. طبعا الاغتسال قبل الصلاة، الحديث عائشة رضي الله عنه قالت أو رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. والدليل للتطيب في بدن، طبعا التطيب في البدن ليس لا في ملابس إحرامه، يعني ما يجوز لك أنك تتطيب في الإحرام نفسه، فإنما تتطيب في بدنك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الثالث إحرامه في إزار ورداء أبيضين ونعلين. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. المقصود بها إزار ورداء ونعلين. طبعا الإزار لونه أبيض،
والرابع أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة أو أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. والخامسة أن يحرم حال كونه راكبا مستقبل القبلة، ودليله لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ركب راحلته واستوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي ثم يقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أخذناها مثال عليه، لو كنت في الطائرة فإنك تستقبل القبلة قد ما تستطيع وتلبي. نأخذ بعدها صفة الإحرام. طبعا الحج ثلاثة نسك، سنأخذها بعد قليل أو في الدرس التالي بالتفصيل: الإفراد والقارن والتمتع. هذه ثلاثة نسك، لكل نسك له صفة. النسك الأول إذا كان مفردا، أخذ النسك الأول الإفراد، فإنه يلبي يقول: لبيك حجا، أو يقول: اللهم لبيك حجا. والنسك الثاني اللي هو القارن للحج مع العمرة، كان لبيك، كان يقول لبيك، أو قال لبيك تلبية. التلبية شعار الحج والعمرة وبيان أحكامها فيما يلي. طبعا صفتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا معناها: أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، وحدك لا شريك لك، وأحمدك وحدك لا شريك لك، وأعترف بأن النعمة كلها منك وحدك لا شريك لك. طبعا حكمها سنة، لكن يستحب أن تكثر منها وترفع صوتك. أما طبعا الرجال يرفعون صوتهم يجهرون بها، أما النساء فإنهم لا يجهرون بها. طبعا وقت التلبية أو يبدأ وقتها من بعد ما تحرم، وآخر وقتها طبعا فيه تفصيل: أولا يقطعها المعتمر قبل أن يبدأ الطواف، أما للحاج إذا بدأ في رمي جمرة العقبة يوم العيد. طبعا صلة الحج سنأخذها في الدروس التالية. محظورات الإحرام، لقد سبق أن درست محظورات الإحرام في المرحلة الابتدائية، فحدد المراد بها من الخيارات الآتية: هل محظورات الإحرام تعريفها هي الأشياء المباحة بسبب الإحرام، أم الأشياء المحرمة بسبب الإحرام، أم الأشياء المستحبة بسبب الإحرام؟ طبعا الجواب الصحيح هي الأشياء المحرمة بسبب الإحرام، حتى يتحلل من إحرامه ولا يلزمه هدي أو قضاء. أنواع النسك ثلاثة أخذناها قبل قليل: التمتع والقران والإفراد. التمتع صفة، أو صفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج أخذناها ثلاثة، اللي هي في أنا أخذناها قبل قليل: أشهر الحج في المواقيت الزمانية شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه أشهر الحج. ثم ينتهي منها ويتحلل من إحرامه، يعني ثم يحرم بالحج في العام نفسه. أن يحرم بالعمرة يعني يعتمر في أشهر الحج، يا إما في شوال أو في ذي القعدة أو من عشرة من ذي الحجة، ثم ينتهي منها ويتحلل من إحرامه، يعني يترك إحرامه ثم يحرم بالحج في العام نفسه. أما القران أن يحرم بالحج والعمرة معا في أشهر الحج. ثالثا الإفراد، وصفته أن يحرم بالحج، طبعا ما يعتمر، يذهب إلى الحج مباشرة، وهذا هو الإفراد. وأفضل النسك طبعا التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتمتعوا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكن أمر أصحابه أن، أو يقول: اللهم لبيك حجا. والنسك الثاني اللي هو القارن
للحج مع العمرة كان لبيك، كان يقول لبيك، أو قال لبيك عمرة وحجا، أو اللهم لبيك عمرة وحجا. والثالثة اللي هي النسك الثالث التمتع، إذا كان معتمرا عمرة مفردة أو متمتعا بها إلى الحج قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة. طبعا هذا الاشتراط في الحج والعمرة ليس موجود عندكم في الكتاب، لكن أخذها للفائدة. لو أراد شخص أن يحج أو أن يعتمر لكنه أصابه مرض أو منعه أي أو منع بأي سبب من الأسباب من دخول مكة، فإنه يقول اللهم محلي أو محلي حيث حبستني، أو يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى يتحلل من إحرامه، ولا يلزم بهدي يذبحه ولا قضاء. إذا شخص جاءه أو أصابه مرض فإنه يقول اللهم محلي حيث حبستني، أو فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى يتحلل من إحرامه ولا يلزمه هدي أو قضاء.